مليار، لكن واضحة جدا يعني خلال الملاعب، البنى التحتية، الفنادق، المترو، الأمور الأخرى، يعني كل الأمور يعني بشكل ممتاز. يضاف إلى ذلك المفاجآت اللي حصلت، طبعا هي ما تعتبر مفاجآت، يعني مفاجآت كبيرة هي، يعني المنتخب السعودي أعتقد المراهنات كانت والترشيحات تصب 3% للمنتخب السعودي، 97% للمنتخب الأرجنتيني، لكن هي كرة القدم يعني أم المفاجآت. يعني فعل ذلك أيضا المنتخب الياباني، يعني قالوا المنتخب السعودي راح يعطينا حافز أن نقدم بمستوى طيب، واليوم مثل ما شفت فازوا على المنتخب الألماني، يعني المنتخب الألماني مرشح القوي مع المنتخب الأرجنتيني. المفاجآت حاضرة، وأعتقد منتخبات كبيرة ستودع منذ الدوري الأول. أها أي. إيش تتوقع؟ أي نعم. أبرزها؟ والله يعني أعتقد يعني والعلم عند الله يعني سبحانه وتعالى، منتخبات كبيرة يعني أحرزت كأس العالم ستودع منذ الدوري الأول. يعني ما عندك اسم معين؟ بس ما عندي اسم، بس منتخبات كبيرة.